أبو خالد، آمر يا أبو خالد ولو ما تنادي، لأن جندك المخلص ولا أهقاده، كلنا تحت أمرك وأمر بلادي يا سيدي، وانت الذرى والقادة. أنا ولد زايد بصون أمجادي، لا خير في رجل نكر أمجاده، جندي تحت أمر الوطن من قادي، كلي حمية وعزم قوي إرادة، كلي حمية وعزم قوي إرادة. على الطريق اللي مشوه أجدادي، رجلي على درب الشرف معتادة، اليوم هذا يوم به ميعادي، أخذ بدار اللي بكوه أولاده، اللي رخص بالروح شي إرادي، واللي هدر دمه في شف بلاده، من كل قبيلة كاتفت ليادي، فمر الوطن ثم اردعوا حساده، أمر يا أبو خالد ولو ما تنادي، وأنا بذور بوجه كل معادي، في وجه قواته وكل اعتاده، حتى ولو دمر يسيل بوادي، أعظم شرف للجند يستشهاده، أما أرد بنصر بأمر الهادي، وأفسر خشم ذاك الردي وزياده، ولا افرحوا في ليلة استشهادي، قولوا راح يبغي النصر لبلاده. بداية أهنئ دولتي دولة الإمارات الحبيبة قيادة وشعب ومقيمين ومواطنين باليوم الوطني 48، أدام الله على دولتنا الحبيبة الود والازدهار والاستقرار والأمن والأمان. نحن الآن موجودين في هذا الصرح العظيم في قصر الوطن، جئنا هنا لنقدم أغنية وهي إهداء من قصر الوطن إلى الشعب كله وإلى الإمارات كلها من مقيمين ومن مواطنين. نقدم لهم أغنية بعنوان صرح الوطن. يا دارنا بالحفظ والصون، تاج السعد وارض المصونة، دار التسامح ومدة العون، للي بناها يقصدونا. بالنسبة للفعالية هالسنة الحمد لله بعد نجاح الفعالية اللي صارت في العام الماضي، وكان عدد الزوار المقدر تجاوز 50,000، احنا مستهدفين هالسنة 100,000 زائر. اليوم عندنا 18 شريك حكومي مشاركين ويانا في الاحتفالية، 28 سفارة مشاركين معنا في الاحتفالية هذه. اللي راح يميز الاحتفالية اليوم ان حجم الالعاب النارية راح يكون ضخم جدا. طبعا عندنا العديد من الانشطة، عندنا اليوم 4 مسارح موجودة، الكثير من الجاليات اللي هي عن طريق الكاتب الثقافية اللي تتبع السفارات راح يشاركون اليوم ويانا من خلال الرقصات التقليدية للبلدان المختلفة. ايضا عندنا العديد من المطاعم متوفرة، فالحمد لله الاحتفالية اعتقد هي الاضخم من نوعها منذ تأسيس بلدية أبوظبي حتى الان فيما يتعلق باحتفاليات العيد الوطني. حنا جنودك يا وطن دون تشكيك، وحنا حزامك في الليالي الشديدات، بنفوسنا والدم والروح نفديك، وابشر بشعب يفهمون الإشارات، آمر يا أبو خالد وحنا نلبيك سمعا وطاعة لأجل عين الإمارات. سلامتكم. اللي
اليوم عندنا حدث ويوم يعني غالي جدا علينا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطبعا هاي المناسبة اليوم حولناها إلى فعالية جميلة يكونوا فيها شعب الإمارات فرحانين وسعداء، وهذا هدفنا من الفعالية اليوم. عندنا طبعا المسرح فيه كذا فقرة، طبعا أهني كل فرد إن كان مواطن وإن كان طبعا مقيم، والله يديم الأمن والسلام والأمان في دولة الإمارات. إحنا جايين أول شيء اليوم نحتفل بعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورح نقدم العديد من الفقرات. حنقدم الفقرة الفلسطينية والأردنية والفقرة اللبنانية إن شاء الله، ونفتخر إنه إحنا مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونفتخر إنه إحنا منشارك بالعيد الوطني. اليوم قالت لي العيال قالوا منروح منتزه مكان، منروح ياس، منروح كذا، فسمعنا في المكان هذا في وسط البيوت في خليفة. شكر جزيل جزيل البلدية أبو ظبي، ومنقول بلدية القطاع اللي هي في خليفة، إنه سووا فعالية بين البيوت. احنا تعودنا على الفعاليات هذه تكون على البحر، تكون في المولات، تكون، فشفنا الاستر المنتجة، شفنا فعاليات الخيول، الالعاب مالت الاطفال، الفلكلور من جميع الشعوب موجودة ما شاء الله هني. الناس في مدينة خليفة، يعني مدينة خليفة ما نقول 7000 بيت، 7000 بيت هذيلا لو كل بيت عندهم بعد طفلين ما عندهم مكان يروحونه، وين بيروحون؟ فسبحان الله البلدية سوت شيء ابداع ابداع. يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيه، كل القمر يوم يظهر بالمحيا. مهرجان الظفرة في دورته 13 يأتي تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى قوات مسلحة. طبعا اليوم يمكن حديث معظم وسائل الإعلام هو عن زيادة جوائز مهرجان الظفرة التي وصلت إلى 60 مليون درهم إماراتي، وأهم جائزة تم رفع قيمتها هي شوط البيرك شقه للمجاهيم والأصايل التي تصل إلى 5 مليون درهم كجائزة كبرى. هذا التغيير في الاستراتيجية هو لدعم الملاك الإبل، أنا أعتقد اليوم المنافسة ستكون أقوى. نتمنى لهم التوفيق ونشوفكم إن شاء الله في مهرجان الظفرة. أيام تفصلنا عن مهرجان الظفرة التراثي، المهرجان الأشمل في مزينات سواء كانت في الإبل أو مسابقات الأخرى، أكثر من 16 فعالية راح تكون هذه السنة في مهرجان الظفرة، راح يبدأ من تاريخ 9 ديسمبر إلى 25 ديسمبر. مسابقات خاصة للطفل، مسابقات خاصة للمرأة، مسابقات خاصة للرجال، مسابقات مسرح، قيد تراثية، سوق تراثي، شارع المليون، مكشات، كثير كثير راح نشوف إن شاء الله في مهرجان الظفرة 2019.
منطقة العين تحتفل هذا السنة بمناسبة يوم الوطن 48، الله يعيد على الوطن وقادته وشعبه بخير وأمن وسلام. عندنا احتفال لمدة يومين في استاد هزاع بن زايد 2-3 ديسمبر. يتضمن الحفل منطقتين، منطقة البلازا اللي فيها ألعاب أطفال، فيها مطاعم متنوعة، فيها بعض المحلات التجارية. أيضا عندنا احتفال بيكون في استاد هزاع بن زايد داخل الاستاد، بيتضمن أول شيء عرض إبهار بصري بعنوان طموح زايد. أيضا في عندنا بيكون عرض لأول مرة لأوبريت هنا الإمارات، وراح يتكلم عن التسامح وعن عام التسامح بدولة الإمارات. أيضا عندنا بيكون إن شاء الله الألعاب النارية لمدة يومين، وفي الأمسيات الفنية مع نجوم الفن من الإمارات والوطن العربي لإحياء هذه المناسبة الجميلة وإسعاد الناس إن شاء الله.